ازيكم؟ عامل ايه؟ معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن تنسيقات بسيطه مع السلوبيتات، بس مش السلوبيتات البنطلون، لا السلوبيتات اللي هي بتبقى جيبه كمحجبه. بقى انا هلبسها ازاي؟ غير كده بقى لو انت كمان ذوقك زي ذوقي اتفرجي على الفيديو. اهلا وسهلا. لو انت ذوقك غير ذوقي ممكن تتابعي، ممكن تستفادي باي حاجه كده. تقولي ايه؟ ها قالت حاجه كويسه وخلاص. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب على القناه قبل ما ابدا الفيديو، تمام؟ المصلحه الوحيده اللي انا خدتها في الفيديو دي ان انا كويت القمصان بتاعتي عشان احطها النهارده في التنسيقات. انا ما بكويش هدوم، انا بكره اصلا الكوي، اكتر حاجه بكرهها الكوي اساسا. حتى لما باجي اشتري هدومي انا بشتري هدومي اللي ما بتتكويش. يلا بينا. بص ده اول سلوبيتي معايا. السلوبيتي ده بصوا بزرارين كده فضي بس كده، هو ساده خالص مفيش اكتر من كده. السلوبيت ده كنت انا شاريه من ديفاكتو كان في حدود 200 جنيه او 250 جنيه بعد السيل. ده انا بلبسه ازاي بقى؟ اول حاجه انا لبستها عليه التيشيرت ده، تمام، تيشيرت اوفر سايز كده، يعني هو انا مقاسي ميديم، انا اشتريته لارج لبسته، وكمان دخلته جوه البنطلون. لازم يتدخل جوه البنطلون جامد عشان ما يطلعش من الشمال واليمين، يبقى عامل زي الشوال كده. لازم تدخليه وتحكميه جوه البنطلون وتلبسيه عليه. ممكن بقى تلبسي عليه بنطلون جينز كحلي او بنطلون جينز اسود على حسب ايه اللي يعجبك، وممكن تلبسي يعني تغيري مره كده ومره كده عادي. ده السلوبيت ده انا كنت شارياه مقاس سمول، وبعد كده اكتشفت من المحل اصلا ان هو سلوبيت حوامل، فانا جبت مقاس سمول وكنت بلبسه مش باين خالص ان هو بتاع حوامل اصلا، عشان انا بحب الستايل ده. فلو انت بتحب الستايل ده هاتي اي سلوبيت عندك عادي شفتيه في المحل. المهم ما يبقاش فيه اللي هو ايه القصر اللي بتبقى عند الصدر دي ان هو باين ان هو بتاع حوامل، يعني ده ساده خالص، فاصلا انا بحسبه سلوبيت ساده خالص. ماشي، ده اول حاجه معايا. نشوف بقى التنسيق التاني. التنسيق التاني بقى هو عباره عن ايه؟ بجيبه كده وبلبس عليه سلسله فضه تبقى نفس اللون ده، بيبقى شكله عسول قوي. الطرحه بقى زي ما انت عايزه، هو كده كده طقم اسود في اسود، وبتلبس عليه بنطلون جينز برده زي ده نفس اللون، فبيبقى شكله حلو قوي وجميل. ده فالتنسيقين اللي انا هنسقهم على ده عشان البسه كتير وكمان يبقى شكله مختلف في كل مره، اللي هو التيشيرت الواسع اي لون، وممكن تلبسي عليه الهايكول الاسود. لا بصوا، في تنسيق تالت جه في دماغي دلوقتي. انا ممكن البس عليه قميص جينز لونه كحلي نفس لون البنطلون بالظبط، يعني يبقى اللي تحت كله لون واحد. بصوا تعالوا نشوف دلوقتي. زي ما انتوا شفتوا دلوقتي انا ممكن البس عليه قميص جينز ونفس اللون بتاع البنطلون الجينز بالظبط، وده بيبقى اسود عليه من فوق كده، وممكن تلبسي بقى طرحه سودا يبقى شكلك حلو قوي، او طرحه جايه برده من الوان الكحلي اللي في القميص والبنطلون. ده برضو ايه اختراع حلو قوي، تمام. دلوقتي بقى هوريكم السلوبيت التاني الجينز. انا اشتريته من ديفاكتو برضو، بس سعره انا اشتريته عشان سعره اصلا، اشتريته من ديفاكتو. بصوا اهو، قلت بقى انا لسه ملبستوش ولا مره، حتى لسه بالتيكت بتاعه اساسا. المهم بقى ايه، كان بكام؟ كان 150 جنيه، شايفين 150 جنيه بعد 500 جنيه. انا اول ما شفت السعر ما كنتش متاكده، قلت ده حقيقي، بصيت بحسب التيشيرت اللي تحتيه، ببص لقيته لا هو بجد. المهم انا خدته على طول وقسته، لقيته يعني بص جايه بالظبط عليا. المهم بقى ايه، عم يعني قلت لجوزي هو ليه رخيص قوي كده؟ يعني ده سلوبيت الجينز ده اقل حاجه بيتباع ب 300 جنيه، هو ليه رخيص؟ في الاخر خالص اكتشفت ان هو اصلا مقاساته من 32 ل 42 زي جميع المقاسات اللي في ديفاكتو، بس اصلا المقاس صغير، يعني 42 اللي هو المفروض اكبر حاجه هو داخل فيا بالظبط، وانا اصلا وزني 65 كيلو، فمعنى كده ان هو مقاساته كلها صغيره، عايز بقى حد جسمه صغير جدا، فجبته بقى ايه يعني جايه على مقاسي بالظبط، فاهمين؟ فبس هو عجبني قوي. لسه بقى هنسق له هدوم، هشوف هنسق له معاكم هدوم علشان انا لسه ما لبستوش خالص. هو بيبقى شكله عامل كده. اللي بقى مش عايز يلبس سلوبيت جينز بس مش بنطلون، ممكن يجيب حاجه زي دي ويلبس تحتها بنطلون براحته بقى ايه، بتبقى طويله ومغطيه، فكرتها حلوه قوي. بس انا لسه ما نزلتش بيه الشارع، ما اعرفش هيبقى شكلي حلو ولا شكله اهبل، مش عارفه. البطاطس الحمد لله، بس لسه ميت البطاطس في الفرن كانت تتحرق، بس الحمد لله ما اتحرقتش، بس انا اصلها شويه صغيرين وتستوي. المهم نرجع لموضوعنا تاني. انا دلوقتي بقى هنسق معاكم سلوبيت اهو. لبست عليه هيكون لبست بنطلون، لبست عليه بنطلون اسود
اعتقد ان انا لو لبست بنطلون اسود واسع شويه يبقى احلى، بس الواسع شكله في الغسيل لسه هغسله. فبصوا التيكت لسه مشفتوش حتى، انا مش عارفه انا فيا خصل ان انا ما بشيلش التيكتات من الهدوم غير وانا خارجه. قبل كده والله نسيت ونزلت بالتيكت، يعني كان التيكت متعلق في قفايا كده، كان منظر وحش قوي، بس الحمد لله ايه جوزي خد باله وشاله لي، قال لي شيلي الهبله اللي في قفاكي. المهم ده اول تنسيق معايا، ايه رايكم؟ انا حاسه ان هو كويس، يعني شكلي مش يعني شكلي مش عبيط قوي يعني. على فكره انا خسيت عشان انا كنت شاريه ده وهو كان ماسك فيا جدا، انا كده خسيت. وده التنسيق التاني على قميص ابيض وبنطلون جينز نفس اللون اعتقد، وتغيير يعني حاسه برده شكله حلو، بس حاسه ان التيشيرت الاسود عليه احلى. انا بقى ممكن البس عليه ايه تاني؟ ممكن البس عليه تيشيرت واسع او زي البيج اللي هو الاولاني ده، بس انا والله مش قادره خلاص اقيس، يعني تعبت قست حاجات كتير ورا بعضها، حسيت انا خلاص كرهت الدنيا. المهم بقى ايه، ان انا وريتكم تنسيقين، وفي تنسيقات تانية اللي انا ممكن البس عليه تيشيرت واسع. لو انت مش محجبه ممكن تلبسي تيشيرت واسع بنص كم او بكم، ولو انت محجبه هتلبسي عليه تيشيرت بكم واسع برضه يبقى شكله حلو، على بنطلون جينز او بنطلون اسود زي ما انت عايزه، على شنطه صغيره او شنطه اللي هي شنطه الظهر دي بتبقى شكلها حلو قوي. الطرحه بقى طبعا هنشوفها هتليق على ايه، انا لابسه في كل التنسيقات طرحه سودا علشان ايه، هي اكتر حاجه مريحه بالنسبه لي دلوقتي. تمام، انا بكده يكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبك الفيديو، واعملي لايك اعملي لايك اعملي لايك واشتركي في القناه. اهلا بيكي وتابعيني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.